بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثانية متوسط، أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات وللفيزياء. أيضا بعد ما عرضت عليكم دروس الفصل الثالث ومديت لكم فكرة، وطبعا تقريبا معظم الدروس موجودة على قناتي مرتبة بالتمرينات تاعها بالفروض بالاختبارات، ولكن طلبتم مني تمرينات على الدرس الأول. طبعا الدرس الأول تاع الفصل الثالث هو على المغناط، يعني المغناطيس. إذا جمعت لكم تمرين فيه عدة أسئلة، راح يعني يراجع لكم هذا الدرس البسيط جدا جدا جدا. وهذا التمرين أيضا ينفع أن يكون الفرض يعني كنموذج لمراجعة الفرض الثالث. نبدأ على بركة الله، يلا مع بعض. التمرين يقول: سؤال الأول، صنف المواد التالية في جدول التالي. الجدول هو هذا الجدول، يعني مواد يجذبها المغناطيس ومواد لا يجذبها المغناطيس. نبدأ مع أول عنصر، هو خاتم من الفضة. طبعا عندكم الوقت باش تحاولوا فيه، نوري لكم جميع الأسئلة باش تحاولوا فيه، ثم نولوا للحل النموذجي. صدقوني أنكم عندما تحاولوا فيه في ورقة وقلم راح تستفادوا أكثر وأكثر. إذا هنا المواد التي يجذبها المغناطيس، المواد التي لا يجذبها المغناطيس. ثم سؤال ثاني، كيف تسمى المواد التي يجذبها المغناطيس والمواد التي لا يجذبها المغناطيس، عندها تسمية. السؤال الثالث يقول: لو نقوم بغمر قضيب مغناطيس في برادة الحديد ماذا تلاحظ؟ تكتب الملاحظة فقط. ثم يقول سؤال ب: ماذا تستنتج؟ ثم السؤال الأخير يقول: اقترح تجربة لتحديد قطبي المغناطيس مع تحديد لون ورمز كل قطب. كل هذه الأسئلة موجودة في الدرس الأول على المغناطيس. نبدأ على بركة الله، يلا مع بعض. نقول بسم الله ونبدأ على بركة الله. التمرين الأول قلت يقول: صنف المواد التالية. راح نقرأ كل مادة ثم أصنفها يا إما في مواد يجذبها المغناطيس أو في مادة لا يجذبها المغناطيس. نبدأ على بركة الله. خاتم من الفضة، طبعا من المواد التي يجذبها المغناطيس هناك ثلاث مواد، أذكركم: الحديد، النيكل، والفولاذ. أيضا الفولاذ ونشوفوا فولاذ، أي مادة مصنوعة من الفولاذ، النيكل، الكوبالت. هذه المواد ونشوفوها تصنفوها في مواد يجذبها المغناطيس. نبدأ على بركة الله. خاتم من فضة، هل قلت أن الفضة يجذبها المغناطيس؟ قلت لا. إذا راح نكتبها في المواد التي لا يجذبها المغناطيس، إذا نكتب خاتم من فضة. ثم بعد ذلك عندي مسمار حديدي، شوفوا معايا مسمار ثم هناك حديد، إذا طبيعة المادة تاعه هو حديد، إذا راح أصنفها في المواد التي يجذبها المغناطيس، إذا نكتب مسمار حديدي. المادة الثالثة هي مسطرة بلاستيكية، هل البلاستيك يجذبه المغناطيس؟ نقول لا، ليس من الكوبالت ولا من الفولاذ ولا من الحديد ولا من النيكل، إذا أكتبه في المواد التي يجذبها المغناطيس، إذا نكتب. ثم بعد ذلك عندي علبة من الخشب، أيضا هي مادة الخشب لا يجذبه المغناطيس، إذا نكتب هنا علبة من الخشب. ثم بعد ذلك الفحم أيضا مادة لا يجذبه المغناطيس. ثم سلك نحاسي، إذا مصنوع من النحاس، أيضا مادة لا يجذبها المغناطيس، سلك نحاسي. أتابع. ثم صفيحة من الألمنيوم، الألمنيوم أيضا نكتب صفيحة من الألمنيوم. عود كبريت نفس الشيء، عود كبريت نكتبها في المواد التي لا يجذبها المغناطيس. كراس أيضا لا يجذبه المغناطيس. قطعة فحم، إذا أعدت هنا يا معليش نكتب هنا مكتوب فحم، قطعة فحم نفس الشيء. هنا قطعة نقود من النيكل، هنا المادة هي النيكل، إذا راح نكتبها في المواد التي يجذبها المغناطيس، إذا نكتب قطعة نقود من
النيكل. إذن لازم تفهموا شيء، المواد التي يجذبها المغناطيس هي الحديد، النيكل، الكوبالت والفولاذ. إذا من غير هذه المواد راح أضعها في المواد التي لا يجذبها المغناطيس. أتابع، قارورة زجاجية نفس الشيء لا يجذبها المغناطيس، إذا نكتب قارورة زجاجية. ثم بعد ذلك دبابيس فولاذية، شوفوا معايا كلمة فولاذ، وين تشوفوا كلمة فولاذ راح نحطها في المواد التي يجذبها المغناطيس، إذا نكتب دبابيس فولاذية. أتمنى فقط أن يكون هنا لحد الآن واضح. نتابع السؤال الذي يليه، يقول كيف تسمى المواد التي يجذبها المغناطيس؟ هنا هذه المواد التي يجذبها المغناطيس مثل مسمار حديدي، قطعة نقود من النيكل، ودبابيس من الفولاذية، كيف نسميها؟ راح نسميها مواد مغناطيسية. إذا تسمى المواد التي يجذبها المغناطيس مواد مغناطيسية. إذا نكتب الإجابة، إذا كتبت لكم المواد التي تسمى مواد مغناطيسية كالحديد، النيكل، الكوبالت والفولاذ. أما المواد التي لا يجذبها المغناطيس هي مواد نقول لا مغناطيسية، لا نفي، لا مغناطيسية. ما هي هذه المواد؟ هي كل المواد ما عدا وين يكون فولاذ، الحديد، النيكل والكوبالت. نأتي إلى السؤال الثالث، يقول لو نقوم بغمر قضيب مغناطيسي في برادة الحديد، وش معناتها برادة الحديد؟ هي فتيتات من الحديد. إذا لو نغمر هنا مثلا عندي قضيب مغناطيسي وندير برادة الحديد هنايا، مثلا هذه هي برادة الحديد، فتيتات من الحديد، وش نلاحظ؟ راح نلاحظ أن برادة الحديد راح تتموضع هنا في هذا المكان عند قطبي المغناطيس. إذا نقول أن راح تتجمع برادة الحديد عند قطبي المغناطيس، وهنا راح تكون بكميات قليلة جدا. إذا نكتب هنا فقط، نكتب هنا برادة الحديد، هذه برادة الحديد، وهنا مغناطيس. إذا نكتب الملاحظة، إذا وش نكتب في ورقة الإجابة؟ نكتب نلاحظ تجمع برادة الحديد بكثرة عند طرفي المغناطيس، القضيب المغناطيسي، وتقل بينهما، هنا بكميات قليلة جدا، ولكن هنا نلاحظ أن التجمع يكون بكثرة. نتابع السؤال الرابع، إذا يقول ماذا تستنتج؟ ماذا أستنتج من ماذا؟ يعني من الملاحظة اللي لاحظتها أن تتجمع برادة الحديد بكثرة عند الطرفين وتقل بينهما، هنا راح أستنتج أن قوة المغناطيس تتركز عند قطبيه. إذا نكتب، إذا هذا السؤال يقول اقترح تجربة لتحديد قطبي المغناطيس مع تحديد لون ورمز كل قطب. طبعا هذا السؤال موجود أيضا في الدرس اللي وضعته من قبل الدرس الأول على المغناطيس. التجربة هي أننا نقوم بتعليق قضيب مغناطيسي تعليقا حرا من منتصفه بواسطة خيط، وبعد مدة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المغناطيس يتحرك ثم ليستقر في وضع شمال جنوب. وش يدل هذا؟ يدل أن للمغناطيس قطبان، قطب شمالي هنا نرمزه أن، جاء من كلمة نو بالفرنسية، وقطب جنوبي سود أس. إذن هذا القطب هو يتجه نحو القطب الجنوبي، هنا القطب الجنوبي الجغرافي، الجغرافي، وهنا القطب الشمالي أو الشمالي، شمالي الجغرافي. إذا قلت هذا يعني المغناطيس يستقر في وضع شمال جنوب، مما يدل على أن للمغناطيس قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي. الآن نولي لتحديد اللون والرمز. إذا تحديد اللون والرمز وش نقول؟ نقول يتجه القطب الشمالي نحو الشمال الجغرافي، ونرمز له كما قلت الرمز أن، رمز لأن بالفرنسية نقول نور، الشمال هو النور، وهو ملون باللون الأحمر. أستاذة، هل في الطبيعة
المغناطيس ملون باللون الأزرق والأحمر؟ نقول لا، هو فقط اتفاق من العلماء بأن ندير نميز بينهما باللونين مختلفين. أما ويتجه القطب الجنوبي نحو الجنوب الجغرافي اللي هو هذا، ونرمز له بالرمز S سود، وهو ملون باللون الأزرق أو الأخضر. وبهذا نكون عند نهاية هذا التمرين. أتمنى فقط أنكم راح تستفادوا من هذا التمرين الرائع جدا جدا، وراح تستعملوه لمراجعة الفرض الثالث. بالتوفيق للجميع، سلام الله عليكم، صحة فطوركم، إلى الملتقى إن شاء الله. ما تنسوناش فقط بالتعليقات الجميلة واللايكات لكي تعموا الفائدة. إلى الملتقى.